بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول الثانوي، ازيكم شباب؟ هناخد النهاردة شباب لسون جديد. follow angle bisector and rotational parts converse of the theorem 3. هناخد الكونفيرس يا شباب لل theorem 3. خدنا قبل كده theorem 3. لو أنا عندي هنا triangle ABC مثلا، وعندي هنا bisect DB bisect angle B، كنا بنقول يا شباب الريشيو between CB and BA equal CD over DA. تمام، ده اللي خدناه قبل كده. النهارده هناخد العكس. ازاي يعني؟ لو كان موجود في ريشيو between CB and EB كانت equal CD and DA، يبقى احنا بنستنتج ان ray اللي هو db يكون bisect angle b. يبقى احنا هنستنتج ده عكس اللي احنا خدناه قبل كده. تمام، يبقى انت هتستنتج على طول طالما في ratio between two side triangle اللي هو cb and ba equal cd and da، يبقى هنستنتج على طول يا شباب ان db بايسكت الانجل بي. كمان بالنسبه للاكستيرور، احنا اتكلمنا دلوقتي على الانتيرور بالنسبه للتراينجل، نفس الكلام لو الاكستيرور موجود عندي هنستنتج ان في بايسكت اوت بالنسبه للتراينجل زي ده كده. انا كان عندي اوت تراينجل زي ده كده شباب اللي ملونه ده، يقول لك كان في راي هنا اي بي سي دي. تمام، لو كانت الريشيو بتوين، ركز معايا كده، احنا زي ما قلنا شباب بنعمل الريشيو بتوين التو سايد بالنسبه للترينجل اللي هي بي اي ان اي سي، بي اي ركز معايا بي اي اوفر اي سي. خد بالك احنا كنا بنقول هناخد دي بي كلها اوفر سي دي، وكنا بنكنسل اللينس اللي هو البيس بتاع الترينجل ده عشان ما نتلخبطش، فاهمين؟ كنا بنلون الترينجل بتاعنا ده، شايفين؟ كنا بناخد الريشيو بين بي اي اند اي سي اللي هو تو سايد بالنسبه للترينجل اللي عندي، تو سايد بالنسبه للترينجل، وبنعمل ريشيو بين دي بي اند سي بي. خلاص كنا بناخد اللينس الكبير ده كله دي بي اند سي دي. تمام، لكن السي بي ده كنا بنكنسلها للبيس. طب لو ده حصل ايه اللي بنستنتجه؟ بنستنتج ان الدي اي يكون بايسكت انجل اوف اي. بيقولوا ازاي دي ايه ده جديد بقى يا شباب؟ نستنتج يعني ان دي ايه بايسكت انجل ايه، بايسكت انجل ايه، بينصفها بيجزئها لجزئين متساويين يعني. ده الليسون بتاع النهارده. تمام، تعالوا نشوف كده من الكتاب معانا تمارين، تمارين بسيطه ما مش كتير يعني على الليسون ده، نحاول نتعامل مع التمارين كده ونفهم واحده واحده. هنا اي بي سي استرانجل ان ويتش اي بي ايكوال 6 سنتيمتر and in AC equal 9 cm, BC equal 10.5 cm with the pulling to PC. دي موجودة هنا في الـ A في الـ triangle، يبقى أنت عندك الـ triangle بتاعك أهو ترسمه. هنا A B and C، وعندك هنا D belong to BC، هنا D، وهنا وصلنا الـ AB دي كده. تعال نكتب بقى اللينس بتاعنا على الـ triangle. قال لي ان الاي بي كانت ب 9، اي بي كانت ب 6 سنتيمتر شباب، ماشي معايا؟ اي سي كانت ب 9 سنتيمتر، وهنا بي سي كلها كانت 10.5 سنتيمتر. وقال لي ان البي دي هنا 4.2 سنتيمتر. بروف ذات اي دي بايسكت، عايزين نسبه ان الاي دي بايسكت انجل BAC BAC. طيب هنا اللينس الباقي هنعمل ماينس عشان هي بالدي سي، يعني اقول له هنا ماينس 5 ماينس 2 ايكوال 3، 10 ماينس 4 ايكوال 6. خلاص تعالوا نجيب الريشيو الاول كده، نسبه يعني اي بي اوفر اي سي، ونشوف هتطلع بكام. هنا 6 اوفر 9 نعمل ديفايدد باي 3، يدينا هنا 2 اوفر 3. ونجيب الريشيو كمان بتوين BD and DC، BD كان 4.2 and 6.3،
هنعمل simplest times 10 عشان نكنسل بوينت، يبقى هنا 42 over 63. نيجي بعد كده نعمل divided by مثلا 12 42 divided by 12 يديك 2، 63 divided by 12 equal 3. طلعت معايا نفس ايه الريشيو. هنا بين divided ايه 21 يا شباب، ماشي 21 هنا 21 وهنا 21، هيديني 2 over 3 يعني الريشيو هي هي، تمام. يبقى استنتجنا ان ال AB over AC equal BD over DC، وبالتالي DA bisect angle A. تمام، السؤال بسيط جدا وسهل. تعال نشوف الكوتش اللي بعده. Question number 2. ABC is triangle in which AB equal 6 cm, BC equal 4 cm, CE equal 3.6 cm, D bounding to the ray PC such that CD equal 6 cm. Prove that AD bisects exterior angle of triangle ABC. ده exterior يا شباب اهو، يعني انا عندي زي المسألة او زي الرسمة اللي خدناها من شوية، عايزين نثبت ان هو ايه بايسكت من هنا من ايه الاوتسايد ده اكستيريور يعني. طيب عشان نثبت ان هو اكستيريور لازم نجيب الريشيو بتوين تو سايد. تعال الاول نرسمها كده. احنا عندنا هنا ترينجل بتاعنا اي بي سي زي اللي فات بالظبط، اي بي سي، وعندي هنا راي بي سي على امتداده بيبقى فيه البوينت بتاعتنا اللي هي كانت دي، دي هنا دي، تمام، وهنا الري، وعايزين نثبت ان هو بيبقى بايسكت اكسترور من بره هنا يعني. طيب اللينس عندي يا شباب ببساطه خالص، عندك الاي بي 6 سنتيمتر والبي سي 4 سنتيمتر، سي اي سي اي هنا 3.6 سنتيمتر، وقال ان سي دي كانت ب 6 سنتيمتر. Prove that AD. طيب احنا تعودين يا شباب بنلون الترانجل ده عشان ما نتلخبطش كده، وبنجيب الريشيو بتوين التو سايد اللي هو EB and AC، ونعمل كومبارنج بينه وبين البيس الكبيرة زي ما احنا قلنا BD، زي ما انت فاهم الطريقة تاني كده BA over AC، المفروض انها تبقى equal BD and DC، وكنا بنكنسل البيس اللي هنا عشان ما نتلخبطش. فاكرين يا شباب الطريقة دي؟ يعني انا شرحها بالتفصيل في الليسون اللي فات، اللي مش فاهم يراجع الاول الليسون الاولاني وبعدين يستنتج معانا ايه الكلام ده. هو الموضوع بسيط ان شاء الله وده سهل، بس اهم حاجه تبقى عارف ازاي تكتب الريشو بتاعك بي اي اوفر اي سي، بتقوم واخد البي دي كلها اوفر الدي سي، لكن ما تتلخبطش لو تاخد البيس بتاع الترانجل ده من غير خالص. فانت هتجيب والله الدي بي اوفر الدي سي وتشوف هكا دي بي كلها 6 بلس 4 ايكوال 10، تمام، اوفر الدي سي اللي هي ب 6، تمام، وهنا كانت 6 اللي هو الاي بي اوفر 3.6. هنعمل تايمز 10 تبقى 60 اوفر 36، وي كان سامبل ديفايدد باي 6 تايمز هنا ديفايدد باي 6 ديفايدد باي 6، اوكي هنا 10 وهنا 36 ديفايدد 6 ايكوال 6، كان ديفايدد باي 2 10 ديفايدد باي 2 ايكوال 5، وهنا 6 ديفايدد باي 2 ايكوال 3. نفس الكلام طلعت الشباب نفس الريشيو اللي هي 5 اوفر 3. خلاص يا شباب اثبتنا. اقول له زين اي بي اوفر اي سي ايكوال دي بي اوفر دي سي، زين عندي ري اللي هو دي اي سبايسكت بايسكتس ذا اكستر انجل A. The exterior angle is A. The exterior bisects the exterior angle. The English word bisects exterior angle of triangle ABC at
ماشي تمام كده فهمنا. تمام تعال نشوف النظام اللي بعده. المرة دي بقى هياخد هيجيب لي كوتش مرسوم، يعني ده جاهز اهو يا شباب، واحنا يعني ايه هنثبت ان هو بايسكت. الموضوع بسيط ان شاء الله، بس انا هحاول اركز معايا. بص معايا كده في الشاشة على الشمال هنا، اهو شايفين الترانجل ده. هنا بيقول لي ايه، in each of the following figures prove that PE bisects triangle APC. APC عايزين نثبت يا شباب ان ال PE ده شايفين لسه بايسكت الانجل بي. طيب هو اصلا في هنا بايسكت شايفين، طالما في بايسكت اللي هو بي اي بايسكت الانجل اللي هي دي، يعني اجيب الريشيو بتوين اي دي اند دي سي تبقى ايكوال اي اي اوفر اي سي، اي اي اوفر اي سي، فاهمين؟ لان انت اصلا عندك بايسكت دي تقدر تستنتجها او تجيب الريشيو بينها عشان تستفيد او تثبت في الترينجل التاني اللي هو اي بي سي ده ان عندنا الاي بي بايسكت الانجل بي. ارسمها لكم عشان تبقوا فاهمين اهو، هنا الترينجل اهو يا شباب ماشي، وهنا كده بالمنظر ده يعني شكل تقريبي اهو كان بالوضع ده كده يا شباب. تمام المنظر ده يعني، هو قال لك ان هنا في بايسكت، هو قال لك ان هنا كانت 42 سنتيمتر وهنا 28 سنتيمتر، وهنا A وهنا B وهنا ال A وهنا ال C فيفتي فور سنتيمتر، وهنا 36 سنتيمتر. خلاص احنا هنستنتج يا شباب طالما انت عندك ان ده بايسكت، يبقى انت هتجيب الريشيو بتوين الاي اي ده في الترينج الاولاني معايا، فاهمين؟ في الترينج الاولاني ده طالما انت عندك هنا بايسكت اللي هو اي دي بايسكت الانجل دي، يبقى الريشيو بتوين الاي اي اند اي سي اللي هي التو بيس اللي عندي، بيجيب الريشيو بتوين السايد اللي هنا والسايد اللي هنا، التو سايد يعني 42 اوفر 28. We can divide it by 7 equal 4 وهنا 6. Okay, can divide it by 12 again in 3 over 2. تعمل سيمبس بالكالكليتور مفيش مشكلة طلع الريزلت بتاعك. طب انت عايز تثبت ان الوقت ده بيكون بايسكت للانجل اللي هنا، انت لازم تثبت ان AB over BC equal AE over EC. يبقى انت جبت الريشو الاولاني وهتجيب الريشو التاني وتحاول تثبت ان هما زي بعض، هتقوم جاي بقى تقول له والله AB over BC 54 over 36 we can divide it by 6 54 divided by 6 equal 9 and 6 we can divide it by 3 will be the result will be 3 over 2. خلاص اثبتنا ان الريشيو قد بعضه او زين such that AE over EC equal AB over BC. يبقى هنستنتج يا شباب ان الاي بي بايسكت انجل بي، فهمنا كده؟ طيب الكوتشن اللي بعده على طول الترينجل اللي جنبيه يا شباب ده شايفينه، هو هنا برضو نفس الفكره، عايزين نثبت ان هو بايسكت انجل اي بي سي. اي بي سي الانجل ده يا شباب. طيب دي هنثبتها ازاي؟ تعالى كده نشوف ادي رايت انجل ترينج اهو، هنا الدي هنا الاي هنا السي هنا البي هنا الدي اي 4 سنتيمتر هنا 30 سنتيمتر وهنا كانت 9 اللي نسي ده كان 9 سنتيمتر اللي هو من اي دي دي يعني. تمام وانت عندك رايت انجل ترينجل، طالما هو رايت انجل ترينجل يا شباب الكبير ده تقدر ان انت تجيب البي سي من فيثاغورس، يعني تقول 30 باور 2 40 باور 2 وتجيب البلس وتجيب الروت يطلع معاك 50 سنتيمتر اللي هو السي بي. تمام كده دي كلها، وممكن كمان تجيب من اقليدس البي دي ممكن تجيب الدي سي لان ده بيربنتكلر،
طيب فاكرها؟ فاكر الاقليدس؟ بص كده الاقليدس كانت بتقول ايه؟ ان اي بي باور 2 اللي هو اللينس ده بيساوي البيس اللي هو بي سي اي بي دي ملتبلاي الهايبوتنس كله اللي هو سي بي. ده في ده اقليدس. اقعد معايا كده يبقى اي بي باور 2 اللي هي 30 باور 2 900 ايكوال بي دي، انت عايز تجيبها ملتبلاي سي بي كلها كانت ب 50، يبقى هنا البي دي ايكوال 900 اوفر 50 عشان الزيرو مع الزيرو، يبقى هنا 9 ديفايدد باي 5 ايكوال 1 اند ريميندر 4، 40 ديفايدد 5 ايكوال 8 يعني 18 سنتيمتر. يبقى انت جبت اللينس ده 18 سنتيمتر اللي هو الجزء ده يا شباب، مستوعبين كده؟ وكمان انت عندك هنا في رايت انجل ترينجل لو صغير جوه تقدر تجيب منه البي اي، يعني تقول له 9 باور 2 و18 باور 2 وتجيب الروت تقوم جايب اللينس اللي هنا. طب هو عايز ايه اصلا يا مستر؟ ده عايز يثبت ان البي اي ده بايسكت الانجل اللي هي اي بي سي. طب عشان نثبت ان هي بايسكت لازم نثبت الريشيو بتوين اي اي اند اي دي بتساوي اي بي اند بي دي، يعني انت مش محتاج دي اصلا ولكن انت محتاج مين؟ اللينس الباقي هنا. طب نجيبه ازاي؟ والله نقدر نجيب الاي دي برضو من اكليدس. الاي دي عشان اجيبه كلها لو انت جبتها كلها وطرحت منها 9 سنتيمتر يبقى انت هتجيب الاي اي. طب نجيبها ازاي؟ بس 18 ممكن نجيب الاي دي عن طريقين، ممكن نجيبها عن فيثاغورس من المثلث اللي هو اي بي دي نقول له 30 باور 2 ماينس 18 باور 2 ناخد الروت، او ممكن نقول ان الاي دي ايكوال 30 حاصل ضرب يعني 30 وال 40 اوفر البيس كلها اللي هي 50، كنسل الزيرو مع الزيرو، يبقى هنا 3 تايمز 40 اوفر 5، 40 ديفايد 5 ايكوال 8، 3 تايمز 8 ايكوال 24 سنتيمتر. يبقى جبنا هنا الاي دي كلها اللي عندنا ب 24 سنتيمتر، يبقى 24 ماينس 9 يديني اللينس اللي هو الاي اي، 24 ماينس 9 ايكوال 15، يبقى احنا وصلنا ان اللينس اللي هو الاي اي ده طلع ب 15 سنتيمتر. تعال بقى نثبت ان الريشيو متساوي عشان نثبت ان الاي بي ده بايسكت للانجل بي. ماشي، تعال نجيب الريشيو بتوين اي اند اي دي، هنا كانت 15 اوفر 9 ديفايدد باي 3 يبقى 5 اوفر 3، ونجيب الريشيو بتوين اي بي اللي عندنا اند بي دي تبقى 30 اوفر 18 ايكوال كان ديفايدد باي 6 تبقى 5 اوفر 3 برضه يا شباب. يبقى احنا استنتجنا ان ال اي اي اوفر ال اي دي ايكوال اي بي اوفر بي دي. طالما الريشيو مظبوط يا حبايبي شباب استنتج على طول ان البي اي او الاي بي كده ري اي بي بايسكتس انجل بي. موضوع بسيط جدا وسهل، فهمنا؟ تعالوا نشوف كوتشن تاني. في مسألة هنا يا شباب وحيدة في ميجر هايت ستاندرد ليفز سينكينج بيتكلم في التمرين، بيقول لي واتش زد فيجر، عندنا هنا تراينجل اي بي سي وهنا كان في اي دي ها هذا بي هنا سي، كان عندي هنا بي اف، هنا كان اللينس بسكس سنتيمتر وهنا اللينس كله كان 9 سنتيمتر، شايفين؟ هنا البيس كلها كانت 10 سنتيمتر. وكمان يا ولاد يا شباب قال لي ان ده بيربنديكولار، شايفين كده؟ الاي دي كان بيربنديكولار تو ذا بيس اللي عند اللي هي البي اف، ماشي؟ كان بيربنديكولار على البيس. طيب
حاول كده عشان بس نرسم بشكل مظبوط وتقتنع بالإجابة بتاعتك. اهو كان كده، كان بيربنديكولار هنا يعني عمود عليه كده من هنا. قال لي ان دي 10 دي 6 دي كلها 9، وقال لي ايه تاني في الاكزامبل، في عندك حاجة تانية موجودة؟ لا، هو قال لك prove that ال اي دي bisects angle of A، عايزين نثبت ان ال اي دي دي ايه ده يا شباب bisect ال angle هي ال A. طيب انت عندك هنا 10 سنتيمتر وهنا 6 وهنا 9، طيب ازاي تثبت ان هو bisect؟ خد بالك من حاجة مهمة جدا جدا في الاكزامبل، انت عندك هنا 6 سنتيمتر اللي هو ال اي بي، وعندك هنا 9 وعندك هنا 10، انت محتاج عشان تثبت ان هو بايسكت الانجل ايه تجيب الريشيو بتوين ال 6 وال 9 يديك الدي بي اوفر سي سي دي. طيب هو قال لي ايه تاني في الاكزامبل؟ قال لي في حاجه مهمه، قال لي ان البي دي ايكوال 4، يعني دي كانت 4 سنتيمتر شايفينها، وبالتالي اللينس اللي هنا هيبقى 6 سنتيمتر اللي هو التاني ده، صح كده يا شباب؟ خلاص اتحلت، المطلوب قوي يتحل يعني بسيط جدا، نقول له ساتش ذات زي ما عملنا في الاكزامبل الاولاني او التابل اللي خدناها، نقول له الاي بي اوفر اي سي 6 اوفر 9 نعمل ديفايد باي 3، تبقى هنا 2 وهنا 3 تمام، ونجيب الريشيو بتوين البي دي اند دي سي 4 اوفر اي 6، فيديني هنا 2 اوفر سي برضو. يبقى احنا استنتجنا ايه؟ طالما الريشيو مظبوطة بين التو سايد والتو بيس، يبقى انت عندك ان ال دي اي بايسكت انجل اوف اي، ده حاجة سهلة جدا واحنا اثبتناها كتير دلوقتي. يقول له such that اي بي اوفر اي سي ايكوال بي دي اوفر دي سي ايكوال 2 اوفر 3 زين 0 دي اي بايسكت انجل بايسكتس انجل، ده المطلوب الاولاني. طب المطلوب التاني بقى يا شباب، المطلوب التاني بيقول لي find the area of triangle ABF، هنا F كانت موجودة اللي هو تاني كده حبايبي ركزوا كده ABF اللي هو الترينجل ده ABF دي اي دي اي يا شباب، الترينجل ده كله عايزين نجيب الترينجل ده كله، عايزين نجيب الريشيو بين الترينجل ده كله والترينجل التاني اللي هو سي بي اف، سي بي اف اللي هو التاني ده شايفينه. طيب يا شباب بصوا معايا، انت دلوقتي عشان نجيب الريشيو بتوين الترينجل الاولاني والترينجل التاني اللي عندنا ده، محتاجين يبقى في عندي اللينس بتاع الاي اف موجود والاف سي موجود، تمام كده؟ احنا مطلعين بالحل ليه يا مستر؟ لان خدنا قبل كده يا شباب طالما التو تراينجل بيكونوا مشتركين في الفيرتكس اللي عندك، يعني نفس الكومن، الفيرتكس عندك تبقى كومن بتوين زام اللي هي البي دي الانجل هي البي شايفينها، مشتركه بين التراينجل الاولاني اللي هو الاي بي اف والتراينجل التاني اللي هو اف بي سي، وكمان البيس بتاع التراينجل الاولاني اللي هو اي بي اف ده اللي هي كانت البيس اللي هنا شباب اللي هي اي اف، والبيس التانية للترينجل التانية اللي هي سي اف، الاتنين على نفس الستريت لاين. فعشان تجيب الاريا 1 على الاريا 2 بتجيب بيس 1 على بيس 2، يعني انت محتاج عشان تجيب الريشيو بتوين اريا اوف تراينجل اي بي اف والاريا للترينجل التاني اللي هو سي بي اف، محتاج تجيب اللينس الاولاني اللي هو اي اف اوفر اللينس التاني اللي هو الاف سي، فهمتوا؟ محتاجين نجيب الريشيو بتوين اي اف واف سي. طب نجيبها ازاي يا مستر؟ هقول لك بحاجه بسيطه خالص، بص معايا كده، شايف الاي اف ده الاي اي ده ها بيربنديكولار تو ذا بيس سي ها اف بي، يعني بيربنديكولار على البيس ده كله، طالما بيربنديكولار على البيس اللي عندنا واحنا اثبتنا من شويه ان هو بايسكت للانجل ده اللي هو الدي اي ده بايسكت الانجل، طيب عشان تقتنع بس بالحل هعملها مظبوطه كده ماشي، عشان تقتنع بس ماشي. بص هي كانت بيربنديكولار بالمنظر ده كده، كان بالمنظر ده كده تمام، ودي كان اسمها اي البوينت دي، والبوينت دي كان اسمها دي
خلاص عشان بس تقتنع بالحل. بص يا شباب، احنا خدنا زمان في بريب 2 طالما هو الري اللي هو اي اي بايسكت انجل للاي وكان بيربنديكولار تو ذا بيس، يبقى انت عندك الترينجل ده بيبقى ايه نوع ايه يا شباب؟ ايسوسلس، اللي هو اي بي اف ايسوسلس ترينجل. او ممكن انت تثبتها، تثبت عن طريق الكونجروينتي بتوين تو ترينجل، يعني تقول اي اي بي والترينجل التاني اللي هو اي اي اف الاثنين كونجروينت because we have two angle and a side اللي هو الاي اي join between two point common. يعني انت عندك الاي اي دولت لينس اللي عندك مشترك بينهم common. تمام، طالما عندك الانجل الاولانيه اللي هي بي اي اي والانجل الثانيه اللي هي اف اي اي الاثنين زي بعض equal in measure، وعندي هنا measure of angle اي اللي هو اي اي بي equal measure of angle اي اي اف، وعندك الاي اي لاين سيجمنت كومن، يبقى انت عندك التو ترينجل دول بيكونوا كونجروينت. يقولوا يا شباب كونجروينت. طب الكونجروينت يبقى انت هتستنتج ان الاي بي ايكوال اي اف، انا اثبتها لك عن طريق الكونجروينت، او ممكن انت تبقى فاهم من خواص الترينجل طالما عندك الاي اي بايسكت انجل اي ام بيربنديكولار تو ذا بيس، يعني استنتج ان الاي بي كلها ايكوال اي اف، يعني اللينس ده اقوى اللينس اللي هنا، فيبقى اللينس بكام؟ ها هيبقى دي ب 6، يبقى دي زيها ب 6 سنتيمتر. كده اقتنعت بالحل؟ حاول بقى. طبعا هي موجوده في الكتاب اللي هو رسمها اللينس مظبوط، انا رسمتها بايدي اهو على قد ما بنقدر. دي 6 سنتيمتر يا شباب، شايفين؟ ودي زيها 6 سنتيمتر، ماشي؟ اه يبقى انت كده اثبت كلها هي كده مظبوطه، عشان تبقى ايه الامور واضحه قدامك وايه مقتنع بالحل. يبقى انت عندك التو ترينجل دول هيكونوا كونجروينت، ماشي كده؟ اهو الاثنين بيكونوا كونجروينت، يعني اللينس كل ده اللي هو اي اف هيبقى ب 6. طب يا مستر ده 9 وهنا 6، يبقى كام؟ 3 سنتيمتر. بس انت كده خلصت الاكزامبل، هتقوم جايب بقى الريشيو تقول 6 اوفر 3 فيبقى عندك ايه 2. خلاص يبقى انت كده اثبتت ان الحل بتاعك ب 2. فهمتوا كده يا شباب؟ اريا 1 اريا 2 هيطلع الريزلت عندك ب 2. بس دي كانت فكره حل الاكزامبل، ان هي الجزئيه الصغيره دي طالما انت اثبتت ان هو بايسكت هو كان بيربنديكولار تو ذا بيس، يبقى انت عندك تو سايد ار ايكوال لينس، يعني اي بي ايكوال اي اف. اتمنى تكونوا فهمتوا الليسون يا شباب، وان شاء الله نكمل مع بعض بقيه الدروس باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.